بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل اعتصام في 3 يونيو كان جريمة كبرى فيها كل الجرائم الأربع التي تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية. الجريمة جريمة الحرب، جريمة ضد الإنسانية، وهكذا هذه الجرائم ارتكبت بشكل متعمد، ولا يمكن أن يهدأ البال إلا أن يجري تحقيق عادل ومستقل وتحت رعاية أفريقية كما هو متفق الآن لبيان الحقائق ومساءلة ومحاسبة الدماء وإنصاف الضحايا والشهداء. ولكن كما هو معلوم صحب هذه الإجراءات أشياء مخالفة لأخلاق الإسلام وأخلاق السودان، من بطش وتحرش واغتصاب، طال عدد كبير جدا من بناتنا، كثير من بناتنا بعضهن حفيدات كن في هذا الاعتصام وصارت لهم بسببه حالة من الغضب وحالة من الشوك كما الكلمة الإنجليزية، من المشاهد دي ما في شك بنات وأولاد كثيرين صارت لهم حالة نفسية، صدمة نفسية. هذه الصدمة النفسية لا شك ستصاحبهم وتصاحبهم، والمهم جدا أننا جميعا الآباء والأمهات والأهل نتعامل مع هؤلاء البنات والأولاد كضحايا في سبيل الوطن، ولذلك يجب أن يعتبر ما حدث لهم وحدث لهم طريبة وطنية يكافأنا عليها، ويعتبرنا أنهن دفعنا هذه الضريبة. مما حدث لا شك ليس فقط العنف الجنائي، ولكن أيضا العنف الجنسي. كثير من بناتنا تعرضنا للاغتصاب، وهذا الاغتصاب لا شك عدوان كبير جدا على عفتهن وعلى كرامتهن، ويجب أن نفهم هذا كتضحية منهن وليس كتقصير منهن. هذا الاغتصاب من نتائجه كثيرة، مسائل صحية ومسائل نفسية. المسائل النفسية تتطلب من أسرهن منا جميعا أن نعمل كل ما يمكن عمل لإزالة هذه الصدمة وهذه الوحشية من نفوسهن. ولكن المسائل الصحية باقية، بعض الذين اغتصبوا بناتنا لا شك أنهم أمراض جنسية، هذه ينبغي أن يحدث فحص وكشف لكي يعالجنا من هذا العدوان المرضي. هناك أيضا احتمالات الحمل، وهذا أيضا ينبغي أن يعالج. لا بد أن يدخل أي حمل من هذه الظروف. طبعا معروف أن الإجهاض ممكن في ظروف الضرورات،
الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك لا حرج في ذلك إذا ثبت أن لبعضهن حمل لا بد أن يتخلص منه بأسرع فرصة ممكنة في الشهر الأول. وكذلك ينبغي أن يفحصنا صحيا للتأكد عدم وجود أمراض جنسية. فإذا نحن إزاء مجموعة من العدوانات والإساءات وقعنا على بناتنا وأحيانا أيضا أولادنا، منها الصدمة النفسية التي تتطلب منا التقدير والمراعاة واعتبار أنهن كنا ضحيات وضحايا لقضية وطنية كبيرة جدا، فهذا جزء من ضريبة الوطن، ولا بد أن يجدن منا كل تضميد نفسي وتأكيد أن ما تعرضنا له من عدوان وما شاهدنا في بعض بناتنا وأولادنا حصلت لهم صدمة مثل أنهم أو لأنهن تعرضنا لعدوان مباشر، ولكن لأنهن شهدنا هذا المشهد ومشاهدة هذا المشهد تترك ما في شك أثر كبير. أنا أعرف عدد من بناتي تركت لهن هذه الصدمة أثرا كبيرا. لا بد أن نعمل كل الوسائل لمحو هذا الأثر السيء في نفوسهن، وأن يفسر ما حدث لهن ولهم من أولادنا جميعا أن هذا ضريبة وطنية وليس لتقصير منهم أو منهم أبدا. وتعرف ما يتعلق بالصدمة النفسية، أما فيما يتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب فهذا قطعا ينبغي أن نفهمه في هذا الإطار، وأبدا لا نؤاخذهن أو نعاقبهن أو نستأمنهن أبدا، بل هذا الذي حدث لهن يجب أن يعتبر تضحية في سبيل الوطن، وهذه بطولة أن تعرضنا لهذا التوحش. وهذا طبعا يجب أن نفهم أنه موجود في كل للأسف الحالات الحربية، ولذلك هنالك تخصص في معرفة هذه الجرائم ومعاقبة هذه الجرائم على الصعيد الدولي. فإذا ما حدث لهن من عدوان جنسي يجب أن لا يشعرهن أو يشعرن نحوهن بأي نوع من التقصير أو أنهن سقطن لأي صورة من الصور، بل أنهن ينبغي أن نتعامل معهن كمضحيات في سبيل الوطن. وطبعا كما قلت هناك الآثار الجانبية من حمل ومرض، هذا ينبغي أن يتعامل معه بكفاءة عالية وبسرعة لكي تزول هذه الآثار. الآثار النفسية ستبقى، ولكن إن شاء الله مع التضامن العائلي والأسري والرأي العام ونحن جميعا مع ضحايانا هؤلاء يعني في الشهداء، وطبعا هؤلاء لا شك قد كتبوا بدمائهم مجدا للوطن، أما الذين جرحوا فكذلك ينبغي أن نتعامل معهن بنفس المستوى من التقدير لهذه التضحية. وأما الذين تعرضن للتحرش والإهانة والضرب، هذا كله ينبغي أن نعتبره قلادات في صدورهن
قلادات وطنية في سبيل الوطن. أنا لا شك أشعر بأسى كبير هذا الذي حدث لأولادنا ولبناتنا، خاصة لأن التحرش كان مركزا عليهن، ولا شك هذا ما سوف تكشفه إن شاء الله لجنة تحقيق مستقلة تحت رعاية أفريقية لإنصاف المبني عليهم وعليهن ومحاسبة الجرائم. أنا أرسل هذه الخواطر والآراء والنصائح لكل من تعرضنا وتعرضوا لهذا العدوان الوحشي، لا سيما لأسرهم وأسرهن، لأن بعض الجهل من الأسر كأنه يعاقب هؤلاء الضحايا على ما تعرضنا له، وهذا معناه أنهم يتعرضن مرة أخرى لعدوان، لأن هذا النوع من التدليل من شأنهن عدوان آخر. يجب أن لا نفرط في هذه الناحية، وأن نكون حريصين جدا أن نراعي ما تعرضنا له، وأن نعمل بكل ما يمكن على تخفيف ما تعرضنا له، والإحساس بأنهن وأنهم هم أبطال في سبيل الوطن، وأن ما تعرضنا له قيادات شرف في سبيل الوطن. أقول هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهن آثار هذه الصدمة، وأن نعجل بعلاجهن من الآثار غير المباشرة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذه التضحيات في سبيل الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله.